نحن الآن في طريقنا إلى منطقة فداس الحليماب بولاية الجزيرة. نحتاج فقط لقطع 22 كيلومتراً إلى الشمال من واد مدني. فداسي هي إحدى القرى التاريخية التي تمتد على الشريط الغربي لنهر النيل الأزرق، ومع بدايات تأسيسها في ثمانينيات القرن التاسع عشر كان لسكانها إسهام وطني كبير في محاربة المستعمر ودعم كل حركات التحرر الوطنية. شهدت أحداث تاريخية يعني كانت واضحة يعني كمعالم واضحة في تاريخ القرية، يعني نذكر منها على وجه التحديد معركة الجيجرة اللي هي كانت إحدى أهم المعارك في الثورة المهدية، والحقيقة يعني يمكن كانت هي المدخل لحصار الخرطوم. الجيجري كان طبعا صالح المك من الجانب التركي، وجاء وخندق في فداسي. من الجانب الشرقي طبعا كان في الشريف أحمد طه، والذي يعني انتصر في معركتين على الأتراك، وفي الثالثة يعني قتل، واستمر الأتراك موجودين في المنطقة إلى أن جاء صالح وعمل الخندق، وكانت هي فعلا عقبة في طريق الخرطوم. عدي روح سافر بسلامة، شيل مني التحية ورسل لي سلامة يا شوق. يا شوق تمهل مصيبك سهامة، يا شوق تمهل مصيبك سهامة، تعال وصيك وصية للادي مضوامة. لو أصلك رسولنا أحفظ لي كلامة، لو أصلك رسولنا احفظ لي كلامه، لو قالت نسيتنا هنقول لي مدامه يا شوق. فداسي الحليماب كانت تعرف سر النجاح وعملت من اجله، فقامت مؤسسات تعليميه عريقه تستهدف نشر الوعي والعلم، وكغيرها كانت تولي امر التعليم الديني مكانه خاصه، لكنها أخذت تؤسس لمنهج جديد لتأخذ من العلوم الأخرى طريقاً موازياً حتى أصبحت منارة علمية يشار إليها بالبنان. فقد بدأ التعليم منذ وصول الأسرة الأولى المؤسسة لهذه القرية، حيث أنشأوا خلوة للقرآن الكريم، ومن ثم أنشأت بعد ذلك خلوتين عندما اتسعت القرية وزاد عدد الناس. لتبلغ هذه الخلوة عهد ازدهارها في عهد الشيخ زين العابدين ومن ثم ابنه الشيخ المبارك عليهما رحمة الله، حيث تمكن كثير من أبناء هذه القرية من حفظ كتاب الله تعالى. أما بالنسبة للتعليم المدني، فقد بدأ التعليم المدني في ثلاثينات القرن الماضي، حيث أنشأت مدرسة أولية ومن ثم تتابع صرح التعليم ليصل إلى مداه الحالي. ونذكر أننا الآن لدينا أربع مدارس أساس، هي مدارس قرآنية الأربعة، مدرستان منها للبنين ومدرستان للبنات. وفي الستينات القرن الماضي أنشأ المعهد العلمي في سنة 1949، وفي الستينات القرن الماضي أنشأت المدارس الوسطى، وفي ثمانينات القرن الماضي أنشأت مدرستين ثانويتين، مدرسة للأبناء ومدرسة للبنات، ومن ثم أنشأ في أوائل التسعينات كلية علوم الاتصال، وهي كلية إعلامية تابعة لجامعة الجزيرة. ثم تلاها بعد ذلك المركز القرآني، وهو يعنى بتحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى للراغبين وتأهيلهم
في هذا المجال وملحق به خلوة عاشية نموذجية وملحق به حلقات قرآن كريم يأمها أكثر من 1400 دارسة وهو نقف في رحابه الآن. ترقد المدينة الريفية على بساط أخضر من الحدائق التي أسسها أهل المنطقة الذين تعلموا حرفة الفلاحة بعد أن كان هدفهم الأول من هجرتهم من الشمال هو نشر الدين، لكنهم وجدوا من خصوبة الأرض ما دفعهم إلى التحول نحو الزراعة وتطوير مهارتهم فيها. الناس اللي أسسوها كلهم جو من المنطقة الشمالية من شمال السودان، جو مزارعين، جو كان بيزرعوا العيش وبيزرعوا الخضروات في البحر، وبعدين كانت في جناين ضخمة جدا جدا بتاعت ليمون بتاعت جندن يوسف البدوي، ولما دخلوا على الريف علموا الناس زراعة الخضروات الخضروات الصغيرة والخضروات الكبيرة، ودي ذاتها خلتهم كمان يسوقوها في أسواق مدني في أسواق المسلمية، ويعني كانت منطقة يعني سوق ضخمة جدا جدا للخضروات وللفواكه لهذه المنطقتين. لما قام مشروع الجزيرة قام في منطقة طيبة، ويمكن لو لاحظتوا الطرمبات بتاع الطيبة جنب بدت في جنب التفتيش بتاع العربات السعدي، وناس فداسي من أوائل الناس اللي مسكوا حواشات في مشروع الجزيرة، ففي عدد كبير جدا جدا بقوا مزارعين في مشروع الجزيرة اللي هو بيزرعوا القطن وبيزرعوا العيش وبيزرعوا الفول وبيزرعوا القمح، وما زالوا ليل هسه دي مزارعين في مشروع الجزيرة. اهتمت المدينة بكنوزها الأدبية وجعلت من ذلك منتديات ثقافية تهفو إليها نفوس من تشربوا بدروب الفن والإبداع. لو رجعت أهد الامتلال مشاعر تحمل الذكرى الحبيبة من ضمير فنان وشاعر، والصباح كان عاد ديارنا والنسيم في ربوعنا عاطر، حملوه من رواب الغرية جملة ومن حياض النيل أزاهر، ومن مياه عيد كردي قطرة صافية زي حبة جواهر، ومن بلح ساقيتنا تمرة لون للتربال باهر، شيلوا من دفار حصايا ذكرى في الغربة ساهر، والسدوه فرح حرازة بلغوه هوانا طاهر، لو رجحت ورهوا بالليل تغنى ذكروه برضو نحنا في البعاد بنعيش محنا. دربكم فوق تراب رملتنا يا حلوين، بخم بصر للغايبين، دربكم فوق تراب رملتنا يا حلوين، بخم بصر للغايبين، ما انتو اجيتوا لي مشوار، رجعتوا الزرع انظر من نظر خدين، جمالكم خلى كل فرع يميل يهز بفرحة للزائرين، جمالكم خلى كل فرع يميل يهز بفرحة للزائرين، وحتى الشوق ركع ساجد وبسم ضاحك وغبل بوغر غدمين. فداسي الحليماب تستريح على ضفاف النيل الأزرق وتعانق حضارة عريقة، ويظل تاريخها الحافل مرتعا خصيبا لكل الأجيال القادمة حتى يتعلموا منه صورا شتى لتحدي المستحيل والوصول إلى سلم المجد. لطالما بالعلم يرفع بيت لا عماد له. محمد نور الساري، الشروق. عينو يقول أجمل النيل مياه وبتجري لها سنين، جماله نظار أمامي قراب بدت محتار، عين وين عايم فخضر القام وسب الحب وقاسم حين، خضر القام ساب الحوض وقال سمحين،
أما رجع للعيون نسل ولاقي شوق بقالي ظنين ألاقي شوق ألاقي شوق بقالي ظنين ألاقي شوق ألاقي شوق بقالي ظنين